والله حمار روح حالك فيه وجاي لعندك يا معلم. وصلت؟ قول ما حدا غريب. في نية ليقتلوك على قبر أبوك وعمك وخالك إلهم إيد بالقصة. بعرف اللي عم اعمله بجوز يجيب اخرتي، بس انت عملت معي وحده كبيره وواجبي رد لك اياها. ما قصرت يا ابو ناهد، وان شاء الله ما بصيبك شيء طول ما راسي عم يشم الهواء. فكر بحالك هلا يا معلم ولا تشغل راسك بحدا. ترى الجماعه ما عم يمزحوا، في ارزاق مقطوعه ومصالح واقفه، واللي فهمته انه في جماعه كبار وراي القصه. حدا غيرك سمع الحكي؟ ما حدا غيري. عمك وخالك كانوا رايدين تمشي القصة بالسر وتخلص وتندفن بأرضها. جمال وغازي؟ هنن هيك قالوا؟ ايه. انت سمعتهم بدنك؟ وعمي نحن أهلك يا معلم، ويشهد الله أولادنا وأرزاقنا فداك. أنت على الحق ونحن وراك، واللي له عمر ما بتقتله شده.